صدق الله العظيم.
الفاسحة. اللهم صل وسلم وبارك على خير محمد وعلى
Oh.
Rahmeyle garibine.
Allah'a emanet olun.
basında, ırkların halkasında, cümlesi hak basında, ırkların halkasında, ilm öğrendi beyledi, erenler amcasında, ilm öğrendi beyledi. Oh.
Oh.
فاستوى مجروح قبل دردنا إِنَّا
وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. الله أكبر الله أكبر لا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر وأن
أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. وبلغ رسوله النبي العربي الهاشمي القريشي الأوضاحي المكي المدني جميع ما سألناك
ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة رسولك الكريم وبحرمة كلامك القديم يا رحمن يا رحيم. اللهم زيننا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة ختم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة إلى النيران بحق ختم القرآن بجاه القرآن يا ذا اللطف والكرم والجود والإحسان. اللهم بلغ الثواب مثل ما قرأنا ونورا ما تلهنا ودية واصلة إلى روح سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخبارنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا ووصينا بدعاء وإلى أرواح أستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمنا ومعلم معلمينا خاصة عامة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى روح من ختم له القرآن خاصة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واقبل الكبرة والفجرة والفسقة والمشركين والظالمين والمنافقين وخلص المسلمين الأسيرين في بعد الكفرة والكافرين. استجب دعاءنا بحرمة التوراة والزبور والإنجيل والفرقان وبحرمة شهر شعبان وبحرمة شهر رمضان وبحرمة كل ذي شان وبحرمة صاحب الشريعة والبرهان. تقبل منا يا ربنا بأحسن القبول والحمد لله رب العالمين. آمين. يا أرحم الراحمين أقرأ القرآن الكريم وختم الشريف لك عزتنا قبول إلى يا ربي. حاصل olan sevabı evvelen ve bizzat sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temiz, pâk ruhlarına hediye edik vasıyla ya Rabbi. İlk Peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelip geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye edik vasıyla ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i elden ele, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i yüzin, ehl-i beytin, tabiinin, müfessirin ve muhaddisin ruhlarına hediye edik vasıyla ya Rabbi.
ve hasreten aramızdan ayrılan İsmail eşi kendi kardeşimizin ruhuna dinledik vasıl ile ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin onu bağışla, ona rahmet et, var ise günahları affı mağfiret ile ya Rabbi. Kabir azabından muhafaza ile ya Rabbi. Kabir azabından muhafaza ile ya Rabbi. Kabir azabından muhafaza ile ya Rabbi. Amin diyen cemaatimizin ahirete göç eylemiş geçmişlerin ruhlarına değmedik vasıl ile ya Rabbi. Amin diyen kullarını iki cihanda aziz eyle. Cennetinle, cemalinle bizleri müşerref eyle ve duamızı yüce dergâhında kabul eyle ya Rabbi. Bu nasıl duaların özü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın senden istediği hayırlı işlerin tamamını biz de senden istiyoruz. Bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sana sığındığı bütün şerlerden, fitne, fesat ve nifaktan biz de sana sığınıyoruz. Hepimizi koru Allah'ım. Ya Rahman Rahimin hatim duasına katılan, katılmayan herkesin günahlarını geniş mağfiretinle affeyle ya Rabbi. Bizlere hiçbir zaman düşünemediğimiz kadar büyük ve geniş nimetle ihsan ile ya Rabbi. Hiçbir gölgelik olmadığı o dehşette hesap gününde senin gölgenin altında bulunmayı nasip eyle ya Rabbi. Bu hatmi şerife katılan arkadaşlarla beraber cennette de komşu olmayı nasip eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Allah kabul eylesin, Allah rahmet eylesin.